للفخامة عنوان، وهو نجوم كرة القدم الذين بثروتهم الكبيرة قرروا امتلاك أغلى الطائرات الخاصة. فلنتعرف سويا على أغلى 5 طائرات للاعبي عالم الكرة المستديرة. زلاتان إبراهيموفيتش يملك ساسنا سيتيشن لونجيتود والتي تقدر ب 25 مليون دولار. بول بوكبا يملك غولف ستريم جي 280 والتي تقدر ب 25 مليون دولار. ديفيد باكهام يملك بومباردير تشالنجر 350 والتي تقدر ب 27 مليون دولار. ليونيل ميسي يملك امبراير ليجاسي 650 والتي تقدر ب 35 مليون دولار. كريستيانو رونالدو يملك غولف ستريم جي 650 والتي تقدر ب 40 مليون دولار. ويبقى السؤال، من اللاعبين الذين سينضمون إلى القائمة؟